ابن بطة رحمه الله قال عرفنا أناس كانوا يسبون وينهون أهل البدع فجالسوهم وعاشروهم فأصبحوا منهم. وهذا من المصري كل جمعين المكان. والحلبي قد ملأ الدنيا بالصراخ والضجيج، والسؤال عنه يتكرر فنحن نجيب عليه، فإذا سئلنا أجبنا، لا يجوز لنا أن نكتب. والحلبي إلى الآن ما تبرأ إلا من وحدة الأديان في رسالة عمان، والقول بحرية الأديان وأخوة الأديان ومساواة الأديان ووجوب التحاكم إلى الأمم المتحدة ما رجع عنه ولا بحرف، ويمدح صنوف المبتدعة من المتحزبين، محمد حسان سلفي وعدنان عرعور سلفي والمغراوي سلفي وفلان سلفي، وهؤلاء قد تكلم فيهم العلماء وتبينت أباطيلهم وهو لا يزال إلى الآن يدافع عنهم، بل إلى المظاهرات وهو يمدح محمد حسان. ورأيت له بعد ذلك مقالا قال أنا أذنت لطلابي أن يردوا عليه، ما شاء الله، وأنت الذي مدحته ألا يجب عليك أن ترد عليه؟ لا سيما وقد مدحته، ما هو يجب عليك أن ترد عليه؟ أنا أسألكم بالله، أنتم رجل يمدح شخصا ويزكيه وبعدين يأتي يسكت يقول أنا قلت للناس ردوا عليه، هذا يقبل؟ هذا ما يقبل. أنت بالذات خاصة الذي نظر الناس إليك وأضللته بمدح هذا الخارجي المبتدع المنحرف للإخوان الذي يتبجح بالثورة التي فيها الاختلاط والمظاهرات التي في الاختلاط، ويتبجح بأن يخرج حتى حرمته وأولاده.